ينتشر تسوس الأسنان لدى الأطفال بشكل مخيف في العالم العربي بسبب أن الأم ترضع الطفل حتى ينام أو تعطيه قنينة الحليب أو قنينة العصير، مما يؤدي خلال النوم أن الطفل يجف فمه وتنتشر الجراثيم وتأكل أسنانه، بحيث يصاب بكل أسنانه بما نسميه بالتسوس المستشري. وهذا لا يؤثر فقط على منعه من الأكل والاستمتاع بالحياة، وإنما يؤدي على صحته العامة. لا بد من عدم إعطاء الطفل أي شيء خلال فترة النوم ما عدا الماء، لكي يحافظ الأطفال على سلامة أسنانهم. وشكراً.